We see it all with wonder. We dream in every color. And we come alive. This is where our dreams begin. برعاية EA عن طريق برنامج الـ EA Game Changers. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب بالقناة. مقطع جديد اليوم وإشياء جديدة هنحكي عنها، عن فعالية الـ EA Play 20 اللي صارت مبارح. طبعا قبل ما نبلش المقطع بدي أشكركم كتير على دعمكم المتواصل للقناة، ولو مو مشتركين بالقناة أهلا وسهلا فيكم، فيكم تشتركوا لكل جديد ولجوائز وهدايا إن شاء الله دائما بسويها، وتضغطوا اللايك والنوتيفيكيشن تفعلوها وتشاركوا المقطع لو عجبكم. طبعا أول ما نبلش حنبلش بأخبار المهمة اللي حصلت مبارح بالفعالية، ورح أبلش معاكم بالأخبار عن لعبة Apex Legends. اول خبر منبلش فيه هو الكروس بلاي لأبيكس ليجندز. طبعا حاليا بخريف 2020 حيقدروا اللاعبين يلعبوا مع بعض من منصات مختلفة، يعني حتقدر تلعب منتي والبي سي والاكس بوكس والسويتش، كلكم تقدروا تلعبوا بسيرفر واحد. والخبر الثاني طبعا حتكون اللعبة متوفرة على اجهزة النينتندو سويتش، بتقدروا تنزلوها وتلعبوا اللعبة حاليا من المنصة هاي، وكمان طبعا مع الكروس بلاي بتقدروا تلعبوا كمان مع المنصات الثانية. الخبر الثاني طبعا انه حتكون في فعالية اللوست تريشر او الكنز المفقود، الكنز الضائع، حتبلش بتاريخ 23 الشهر الجاري 23 يونيو. وطبعا هاي الفعالية انا لاحظت بالتريلر انه حيكون فيها الموبايل ريسبون، يعني انت ما حتضطر انك تروح وتساوي ريسبون للشخص اللي معك او للفريق اللي معك، لو هو مات واخذت له بطاقته فيك تساوي له موبايل ريسبون، يعني من جهاز انت بتحطه وهو بيصير عليه ريسبون. وتاني شيء في عنا الكريبتو ماب روم، طبعا في الخريطة هاي حيكون في مكان معين او بناء معين بس لكريبتو ماب روم، اسمه كريبتو بيقدر يفوت على هاي البناء هاد ويكشف الانيميز او الخصم وين اماكنهم في الخريطة. طبعا كانت كمان طالعة في التريلر. وكمان لاحظت لايف لاين وقت راح تساوي ريفايف، نزلت الجهاز والجهاز هو اللي سوى ريفايف وطلع الشيلد. ما بعرف اذا هاي الشيء جديد حينزل على ايبكس ليجندز للايف لاين، بس كمان موجودة في التريلر، فيكم تلاحظوها وتشوفوها بالتريلر. واخر شيء طبعا ميراج، التمثال تبع ميراج اللي كان بايده، كمان هاي شيء لاحظته في التريلر، حيكون مثل خاصية او سلاح بيقدر فيه العدو، او هذا حيكون الميلي ويبن تبعه. بحط لكم التريلر مرة تانية تشوفوها بهالمقطع. Adventurers, raiders, explorers. They risk everything in search of fame, fortune and answers. Few find what they're looking for. But if they survive, they might walk away with lost treasures. When all goes dark, you'll just be gone. I'll high-five you all when I see you. Mobile respawn beacon here. My synapses are firing again. This was a failure for one of us. Hey, thanks. I owe you one. Guns? Who needs guns? I don't need guns. I know what I'm looking for. I won't walk away without it. Dore chajul goya.
T, it's me. Be careful. He's watching you. Let's do it. Please welcome Joseph Ferris. There are like passionate people, there are crazy people, and there is me. Okay, can you swear here? Can you swear? Okay. The Oscars, you know? The Oscars! You! تاني شيء حنتكلم سريعاً على لعبة جديدة من استوديو هيز لايت. طبعاً الاستوديو صاحبه هو جوزيف فارس، هو اللي سوى لعبة Away Out. طبعاً اللعبة كانت حلوة، نزلت من سنتين تقريباً، واللعبة هي اسمها It Takes Two. فكرة سريعة عن اللعبة، خبرنا عنها جوزيف فارس. اللعبة حتكون عبارة عن قصة انه بنت استاوت لعبتين، وهدون اللعبتين صار فيهم روح وصاروا تقدر تتحكم فيهم. طبعا نظرة سريعة على اللعبة وبتشوفوها بهذا المقطع. The new game It Takes Two is a co-op action adventure platformer that will blow your f***ing mind away. The story starts out with a small family, Cody, May, that's the parents, and then Rose, the little daughter. So Cody and May are about to separate. Rose doesn't want them to divorce, so she creates two dolls out of wood and clay, and these dolls magically come alive, and you actually control both Cody and May. And you could say you're almost controlling their emotions. You're almost playing their emotions. There's even levels where we're actually making a mechanic for their emotions. So again, marrying the story and the mechanics. And I think for the players, that's going to feel very new, different, and unique. They haven't played anything like this before. It Takes Two is a crazy roller coaster ride that doesn't really have an ending. It has an ending, but that ending is that the roller coaster crashes and you fly into the sky and get up into space. And when you're in space, you're like, what the f*** am I doing up here? And then maybe you get back to Earth again. That's the best way to describe It Takes Two, actually. وهلا راح نتكلم لكم شوي على العاب الاي سبورتس، طبعا اللي هي فيفا والمادن 21 2021. طبعا حسب ما شفنا شيء سريع عن الاي سبورتس. اللعبتين ان شاء الله حينزلوا بشهر 10 بعد 4 اشهر. بتقدر تشوف الاي اي، موقع الاي اي بيكون عليه حاليا الديتيلز تبعت اللعبه. فيفا بتقدروا تشتروها وتلعبوها بتاريخ 9/10، والمادن كمان بتقدروا تلعبوها بشهر 10. طبعا هاي جيم بلاي سريع او اجزاء من الجيم بلاي فيكم تشوفوها بهذا التريلر. You feel it all. You feel that burst of speed. It's like I'm lightning. In that moment I'm untouchable. When I play, I'm not afraid of anything. Not afraid to hit or get hit. This game is the one true love. Makes me feel like somebody. I never thought I could rise to another way. It's just me and the keeper. My heart is like. Score that goal. And you're a hero. And history carves your name. You know what it sounds like? 60,000 people singing your song. I can't live without that feeling. Timmy Bones. I feel football in my heart. Feel it in your hands. Why? Taste it. See the unknown. Face my fears. You live to fight again. I want the real thing. I want that sweat dripping, shin splitting, hair raising. I want to live in the floodlights. I want to feel it all. EA Sports, it's in the game.
Rockets away. Let's kick this into gear. وفكرة سريعة على الجيم اللي حتنزل إن شاء الله الشهر القادم يوم 14/7 حتنزل لعبة الروكيت أرينا. طبعا المطور اسم الشركة المطورة هي Final Strike Games. طبعا هي اللعبة كمان شوتر أكشن وموجودة على جميع المنصات Xbox, Origin وPlayStation 4 وبعتقد حتكون موجودة على Steam كمان. طبعا هي اللعبة فيكم تشوفوا التريلر تبعيتها كانوا شغالين عليها من EA Play السنة الماضية كانوا حاطين كمان تريلرز وهلأ إن شاء الله اللعبة حتكون جاهزة بالشهر القادم. Are you leaving already? But the real reason life is so good? We've got rockets! أما هي اللعبة اسمها Lost in Random طبعا من فريق عمل شركة زوينك من EA Originals. طبعا هي اللعبة حتنزل على السنة الجاية ب 2021 بس بعد ما عطونا أي تاريخ معين. اللعبة طالع التريلر تبعها يعني هو عجبني التريلر صراحة وإن شاء الله قريبا منخبركم أكثر عن هي اللعبة وشو ومنزلكم مقاطع جيم بلاي أو مقاطع تريلرز أكثر. Everything. Now, my friend, it's your turn to rule, to play the odds, and break the curse of random. Well, well. You can't have the sweet without the sour. No, Dicey. They should be scared of us, right? وبالآخر شيء بدنا نحكي على الألعاب صارت متاحة حاليا على ستيم. أغلبية ألعاب EA اللي كانت موجودة على أورجن منها الباتلفيلد في أو الباتلفيلد 5 عندكم الباتلفيلد 1 باتلفيلد 3 باتلفيلد 4 وباتلفيلد هارتلاين موجودين على ستيم وفي ألعاب سيمز 4 لعبة نيد فور سبيد هيت ستار وورز موجودة حاليا على ستيم وألعاب تانية كتيرة مثل أواي أوت وغيرها. خبرنا الأخير عن استوديو دايس. طبعا هي كانت عم تقول على التكنولوجيا اللي عم تشتغل عليها دايس والتكنولوجيا اللي كانت في آخر ألعاب دايس باتلفيلد 5 باتلفيلد 1 وغيرها وشو بتعتقدوا يا شباب بالباتلفيلد الجديدة تكون على حرب حديثة أو حرب قديمة مثل ما شايفين بهذا المقطع حسب الأسلحة حرب قديمة ممكن تكون من الباتلفيلد 5. وهيك يا شباب بتكون نهاية مقطعنا لليوم وكل شيء إن شاء الله نكون غطيناه بمؤتمر الـ EA 20 لهالسنة.
طبعا لو مو مشتركين بالقناة أهلا وسهلا فيكم، يا ريت تشتركوا بالقناة وشكرا لدعمكم، ولا تنسوا الإعجاب لو عجبكم المقطع والدعم ونشر المقطع، وإن شاء الله منشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.